قالوا الفتى ده فلتة شنبك انه اللي فين المنافسة نبت شلك برجع بكارثة نبت شكل وملك ده افشل وانا اضحك قالوا الفتى ده فلتة شنبك انه اللي فين المنافسة نبت شلك برجع بكارثة نبت شكل وملك ده افشل وانا اضحك ملوك بكذا لون كذا فكرة كذا موت كذا بان ما بنوش بكذلك عالوشوش يسألوني مين دول مين فوق ميت صوت ولاد عامل منتقدون دي افكار دول مين ده بازار انا ستار سواء في ليلة ونهار ده انبهار بيبي تابع الاخبار ده اصدار ملك عادل الوقار فمهما في دماغي هتنادي انا دماغي بتفكر في دماغي دهب شهرة بتدق على بابي نعم وصلت في معادي مسلق من زمن انا فيها انا فيها مهما تشب برضو مش هتشوف انا فين ما شايفين شايفينها كلها بتتفضش وبتاخد على عين مصيبة كبيرة انا ارتكبتها اخصام اللعبة انا دفنتها كلها غشيمة بس فعلها بعدها الندم من عقلها امتلك حكم عقلك بس وكله هيبان اللي فيهم فاخر قلبهالة سرحان واللي فيهم فاهم بس الدور الفهمان وانا فيهم واكل وده بس عشان قالوا الفتى ده فلتة شنبك انه اللي فين المنافسة نبت شلك برجع بكارثة نبت شكل وملك ده افشل وانا ضحك قالوا الفتى ده فلتة شنبك انه اللي فين المنافسة نبت شلك برجع بكارثة نبت شكل وملك ده افشل وانا ضحك قاعد لهم عالصاقة طول ما انا صاحب اللقطة اللي فيكو هيفكر انا هنزل فوشه بالبطة مش سامعكو انا اصلا ما كل اخصامي بتعوق اللي عالسكة هيقرب في ثانية الا ثانية بنخلص مميز عن الباقي ما في باقي باقي فيها وانا داقي كان في حيرة فما اسمعش من مصيبة انت سيبك وانت سيرة ما بتجيش في اي نيلة ما بالصوت وما بنجيبك لو في قعدة للمزيكا بس لسه انا بتوه ده كذا مود انا خاطي في القلوب يعقوب انا شايل من نافوخ ايرادات سنة حوادث بالكوم عشان بسوقها بل فمهما تيجي سكة ان الاجمد دي بثبتها واخصامي بفنشها رغم لسه انا بتشك محتاج التراكات واقوى من تحضيرهم كل فترة بس لسه برضه واضح ان الناس دي ما فهمتش انا بستغرب فشخ ان تلات ارباعهم مسخ ما تفكرش ما بتتعبش حتى ما بتبدعش فالمنافسة مش موجودة دي منزوعة ها معاك ايش انت كابتن انت في الريكت